السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة احنا جينا النهاردة عشان نعمل لكم تحدي. تحدي ايه؟ من سيربح التليفون. التحدي النهاردة هيكون ما بين احمد وما بين ابن طه. ابن طه النهاردة عاوز يتحداه، وهنشوف دلوقتي مين اللي هيكسب ويربح التليفون. احنا دلوقتي معانا حاجات جميلة جدا، معانا دلوقتي بسكوت، ومعانا ميكروفون، ومعانا عصير، ومعانا شطة، وتايجر شيبسي، وبصل، وتليفون. من شروط التحدي يا جماعه اللي يجي قصاده حاجه لازم ياكل منها او يشرب منها، اذا كانت اكل او شرب. واذا جه حظه الميكروفون ياخد الميكروفون، اذا جه حظه التليفون ياخد التليفون. بس قبل ما نبدا التحدي احنا عاوزين اللي بيشاهدنا دلوقتي ينزل تحت يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لنا لايك. يلا نجمع مع بعض يا جماعه، لو وصلنا من 1 لـ 5 على طول كله يضغط لايك مع بعض ونبدا التحدي على طول. يلا نقول 1 2 3 4 5. يلا يا جماعه شكرا لكل اللي ضغط لايك على طول دلوقتي، ويلا بينا نبدا التحدي. هنبدا دلوقتي على طول بمين؟ باحمد وطه. احمد ينزل على طول ويبدا في التحدي ونشوف مين اللي هيفوز. كده كده احمد خسران. اطلع يا طه والعب تاني. كده احمد خلاص خسران. اهم حاجة ان اللعبة تكون تمشي مستقيمة كده على طول، وتلعب وتكون اللي حاجة تيجي في قصاد، لو جت قصاد الخط كده هتطلع وتعيد من ايه اللي الدورة اللي بعدك تخش على طول. ابدأ يا طه. كده برضو خسران. ركزوا في اللعب شوية. التليفون هدية. هدية لمين؟ للي هيتيجي قصاده الحاجة الساعة. وبرافو، أول حاجة أحمد، أول حاجة أحمد جه عليها هو هياكل شطة. لازم تاكل يا أحمد منها، لازم تاكل. لازم تاكل، لازم تاكل. كل كمان حتة. وكده أحمد أول حاجة كسبها على طول هي الشطة يا جماعة. وخلاص هو عشان الشطة حرقة جامد فايه خلاص. ورينا طيب تكسب ايه. وطه كسب الميكروفون. مبروك 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 يا طه. مبروك 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 مبروك. اخيرا يا جماعه، ومن ساعتها وانا في التحدي عاوز اكسب التليفون او الميكروفون، واخيرا كسبت الميكروفون. حاجه من كل حاجه حلو. يلا بقى نشوف دور ابويا حظ وحش ولا حلو. شجعونا وما تنسوش تفعلوا الجرس. ريدي جو. يا للحظ. حظ وحش جدا جدا. هنشوف طه. بسم الله. والله انك يا طه محظوظ، محظوظ يا طه محظوظ. كسب الشيبسي كمان، كسب الشيبسي كمان. كسبت الشيبسي حاجتين حلوين وبيع حاجتين وحشين. افتح الكيس الشيبسي وتاكل منه، ده من شروط المسابقه. واحمد لازم تكسب يا احمد، لازم تكسب اي أنا حاجه. انا بقى هكسب التليفون يا جماعه، ده تخطيط. انا مش عايز لا شيبسي ولا مايكروفون، انا نفسي بالتليفون. من سيربح التليفون؟ يا الله، برضو احمد ما كسبش حاجه يا جماعه، ما كسبش حاجه، ما كسبش حاجه. والدور دلوقتي على طه. وبرضه طه ما كسبش حاجة. يلا يا أحمد، هيا هيا، يلا جيب التليفون، جيب التليفون، جيب التليفون، جيب التليفون. جيب التليفون. يا الله يا الله، كانت فاضل ثواني بس وتجيب التليفون لو كانت بطيئة شوية.
وطه طه ما كسبش حاجة. يلا الدور على ابوك يا طه. انا لازم اكسب يا طه يا ابني التليفون منك. عمرك ما هتكسب، انا حظي حلو جدا. والله والله جاي، والله جاي، والله جاي، والله جاي. اوبا يلا خلينا لازم مين نشوف. نحل بقى بالكراسي. والله ما كسبت، والله ما كسبت، ما كسبت، ما كسبت. طلعت على الخط يا طه، طلعت على الخط يا طه. يلا يا احمد، يلا يا احمد، جيب جيب العصير او جيب التليفون. احمد انا عارف هو مش عاوز العصير ولا عاوز اي حاجه، هو عاوز التليفون، هو عاوز التليفون. ليه حبه شجاعه كلها بصراحه يا جماعه. حظك يا طه، يلا اطلع يا طه بره. انا يا طه بره يا طه. التليفون منك يا طه. انا اللي هكسب. لا انا اللي هكسب التليفون. ماشي. دي لعبة ذكاء يا طه. توقعاتكم دلوقتي مين اللي هيكسب التليفون؟ اكتبوا لنا تحت في أكيد التعليقات على يا طول. جماعة. تمام؟ وقولوا لنا مين اللي هيكسب التليفون وانتوا بتتفرجوا في الدقيقة السادسة. مين اللي هيكسب التليفون؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. التليفون 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 التليفون. يلا اطلع يا طه اطلع. اقوى تحدي يا جماعه ما بين طه وابو طه، مين اللي هيكسب التليفون؟ يا الله يا الله يا الله. على طول على طول على طول. مين اللي هيربح التليفون؟ مين اللي هيربح التليفون؟ مين اللي هيربح التليفون؟ مين اللي يربح التليفون؟ اللي عاوز احمد يربح التليفون يكتب تحت في التعليق احمد يربح التليفون. واللي عاوز طه وقفت بس بعيد عن البصله. يلا اللي عاوز طه يكتب في التعليق، واللي عاوز احمد يكتب في التعليق. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، لان اللايك بتاعكم ده بيشجعنا ان احنا نعمل كل يوم تحدي اقوى من ده. التحدي النهارده جامد يا جماعه، التحدي النهارده جامد جامد جامد. من سيربح التليفون؟ لحظات يا احمد كسبت بصله. لازم تاكل من البصله، لازم تاكل من البصله، لازم تاكل من البصله. خد البصله يا احمد، خد البصله يا احمد وقشرها وكل منها حته. لازم تاكل منها حته. محظوظ يا احمد والله، محظوظ محظوظ يا احمد، لازم تاكل منها حته. الفيديو كامل يا جماعه بدون اي فواصل خالص، لازم ياكل منها حته. حلو جدا يا جماعة. ها يا ترى مين اللي هيكسب التليفون؟ ايوه ايوه. والله يا جماعة كنت خايف منها من ساعتها لكنها. خد لك حتة؟ لا. ده كسبان شيبس وكسبان بص بص ميكروفون هياكل. ناكل ناكل سوا. لا. انا باكل حاجة حراقة. لا هات واحدة. لا. التحدي صار قوي يا جماعة، أحمد دلوقتي بياكل بصل وطه بياكل شيبسي. كده دلوقتي خلاص اللعبة تقريبا خلاص كلها بقت حلوة، يعني طه دلوقتي ما عادش همه، ممكن إيش؟ سب بس. أخيرا يا جماعة. رجع البسكوتة تاني يا طه، رجع البسكوتة تاني. أقوى تحدي. أنا اللي كلت البصلة وكلت الفلفل. انت خدت الشيبسي وخدت الميكروفون التليفون. بس انا هكسب التليفون. التليفون يا جماعه ثمنه، التليفون يا جماعه ثمنه دلوقتي في حدود 1500 1800، مش عارف سعره في السوق دلوقتي ايه. الميكروفون سعره 70 جنيه و80 جنيه. طه كسب، جنيه بالفلاش. طه كسب الميكروفون. يا ترى مين اللي هيكسب التليفون؟ يا
يلا يا خلص الموضوع. لسه لسه لسه. يلا دور عليك يا طه. يلا كده فاضل لكم جولتين. اللي هيكسب التليفون فيهم يبقى خلاص فاز. اللي مش هيكسب يبقى كده خلاص اللعبه كده انتهت، وتشوف مين اللي هيكسب ايه التليفون. يلا تحدي اقوى، تحدي اقوى 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 اقوى. ما فيش حد كسب. انا هكسب يا جماعه. ها ده الجوله الثانيه. شجعوني بقى وتشتركوا في القناه. اخر مرحله ليك يا طه، اخر مرحله ليك يا طه. يا ترى هتكسب يا طه ولا لا؟ يا ترى 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 يا ترى. والله برضه لسه ما كسب، والله لسه ما كسب. يا ترى مين اللي هيلعب؟ مين اللي هيكسب يا ترى؟ يا ترى انت احمد اللي هتكسب ولا مين اللي هيكسب؟ يا ترى مين اللي هيكسب التليفون؟ ان شاء الله انا يا جماعه اللي هكسب التليفون. هنشوف مين هيكون اقوى واحد ويكسب التليفون. يلا يا احمد قول بسم الله وشوف هتكسب التليفون ولا لا. شجعونا يا جماعه وادونا لايك وباذن الله انا اللي هكسب. اكيد انا هكسب اكيد. يلا بسم الله. يلا 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 يلا. كسب. انا كان نفسي بالتليفون من زمان يا جماعه. كسب التليفون. مبروك 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 مبروك. ايوه كده خلاص حلقتنا خلصت يا جماعه. اللي عاوز دلوقتي نعمل تحديات على طول يشترك في القناه ويفعل الجرس تمام، وان شاء الله ويعمل مشاركه الفيديو عشان توصل لكل الناس، وان شاء الله بنعمل لكم تحديات اقوى تحديات جديده. انت كسبت ايه يا طه؟ انا كسبت ده وده. حلوين ما شاء الله. طه الكيس الشيبسي ب 2 جنيه والميكروفون ب 90 جنيه ما شاء الله ما شاء الله. وانت يا احمد؟ انا كسبت التليفون والشطه والبصله، بس انا كنت لازم اربح التليفون والحمد لله ربحت التليفون. الف 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 مبروك والى اللقاء. باي باي.